بعد أن وافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بناء على طلب من المجلس الرئاسي، خرج العديد من المدن ليلة أمس في تظاهرات احتجاجية منددة بهذه الاتفاقية. ففي بنغازي تجمع الكثير من الأهالي في ساحة الكيش وتيبستي للتعبير عن رفضهم التام للتدخل التركي في الشأن الداخلي الليبي، وجدد المحتجون دعمهم الكامل للجيش الوطني في محاربة الإرهاب والعصابات الإجرامية. وإلى طبرق التي تجمع العشرات من أهاليها في ساحة الميدان معبرين عن رفضهم الكامل لهذا القرار واعتباره عملا عدائيا، وسوف يتصدى الشعب الليبي بكل ما أوتي من قوى لهذا العدوان. وفي المرج خرج العشرات من شبابها منددين بالتدخل التركي في ليبيا ومؤكدين استعدادها التام لمحاربة أي تدخل عسكري على الأراضي الليبية. وفي بدر وتيجي خرج الشباب وسط المدن احتجاجا ورفضا للتدخل التركي، حيث توافدت الجموع معبرة عن جاهزيتهم للتضحية والوقوف ضد هذا الاحتلال التركي، مطالبين الحكومات بأن تستيقظ من سباتها. احتجاجات ومظاهرات منددة في العديد من المدن الليبية بهذا التدخل العلني في الشأن الداخلي الليبي، لا سيما التدخل العسكري الذي ربما يدخل ليبيا في دوامة حرب طاحنة تأكل الأخضر واليابس معها.